الحقيقه صارع الكثير والكثير ان هو ينفي هذا الخبر، ان احنا معظم اللي حضراتكم شايفينهم كانوا موجودين في المستشفى مع النائب رئيس النادي الاهلي وعارفين التطورات كلها وعارفين اللي بيحصل وعارفين كل حاجه، وبالتالي واحنا واقفين سمعنا هذا الخبر انه الوزير العامري فاروق توفاه الله، وهي ليست حقيقه. ف للدرجات يا استاذ عصام، معلش انا هستاذنكم في للدرجات يا استاذ عصام، حضرتك كابتن بتراعى الاعلام حتى بنراجع كل حاجه معاك دايما في لغه الاخر، لكن المره دي عائله مكلومه في حد بين يدي الله، راجل له محبين كثر. حضرتك ماشي الساعه كام؟ محمود كان هناك امبارح، انا عارف كده كويس، فتلاقي القفز على فكره الترند يا كابتن، فاضطر صح دكتور خالد الساعه 2:10 اكتشف انه بيريح، مش بيقول لي ده دكتور خالد لسه كان ماشي، هو بيقول لي بريح نص ساعه لان هو والدكتور هشام بيتناوبوا كل 24 ساعه. يا اخي ما بيناموش. ايه الفكره في خبر سلبا او ايجابا؟ ايجابا او سلبا؟ قال لي انا برجوكوا ادعوا للراجل اللي بيحبكوا. قلت له ده انا مصحيك، انا اسف عشان كده، علشان اللي بيحصل ده مش بس غلط وحرام، له والده ووالد، يعني كلنا شفناهم يا جماعه، يكفي الناس الطيبين اللي بيجوا يدعوا له، كونوا مثلهم، حرام حرام. انا والله مستنبط كذا حاجه النهارده منها، ازاي يبقى عندنا مش بس حكايه الاعلام هي للمواد الاعلاميه، لكن بقى عندنا حاجه للذوق العام يا كابتن، معرفش ايه الجهه اللي ممكن يا محمود ايه الفكره في تبقى بتراقب الذوق العام حاجة زي مش عارف ايه الفكره يا محمود ان انا اجري واعلن؟ معلش قول لي، قد تكون في وجهه نظر معرفش، ولكن ايه الفكره في ان انا حتى لو في حاجه زي دي؟ طبعا لا يجب ان يتم الاعلان، الاعلان الحاجه اللي هتحصل الوحيده هتطلع من المستشفى والنادي والاسره. صحيح، مفيش حد تاني يقدر يقول هذا الكلام. بص يا كابتن اسلام، انا معلش يا محمود، يعني عايز اقول حاجه. اتفضل. في حاجات في حياتنا كده لازم تقف قدامها، حتى لو فلان الفلاني يعني ضرك وعمل معاك يعني حاجات ما تحصلش، مجرد ما بتعرف انه تعبان طبعا خلاص بتقف عند الحته دي خالص. صحيح. ده احنا حتى لما بيبقى في خبر زي ده لاي انسان مش عزيز بقى ولا قريب ولا حتى لو بعيد، ما بترضاش انت تبلغ. صحيح. انت ما بترضاش تبلغ برغم ان انت كلنا بنخلع، عارف كل اللي بيقول لك لا معلش انت قول، انت انا مش هقدر اقول. فانك تبادر انت وانت مش متاكد، ولا انت عايز تطلع اي حاجه تعمل الكلام ده، ده انت بني ادم غير طبيعي. طب اقول لك حاجه، انت مش طبيعي. اقول لك على حاجه ولا بلاش، خليك يا محمود معلش. اتفضل. شوف يا كابتن اسلام، من بدايه الموضوع بلاش اقول اللي حصل اصلا عشان انه بلاش. طبعا كابتن اسلام يقصد اللي حصل من الناس اللي عاوز تركب على الناس اللي عايزه تركب على الموضوع. من بدايه الموضوع بتاع الاستاذ العام فاروق، ربنا يديله الصحه ويرجع النبي السلامه يا رب، حضرتك كنت موجود من اول يوم حتى اللحظه، انا غبت عنه اسبوعين بتوع السعوديه، لكن حضرتك كنت موجود بشكل شبه يومي، وكان من باب اولى ان حضرتك او انا او غيرنا هو اللي يقول بتروح. الحمد لله كلنا كابتن حشيشه كابتن ماهر كلنا الصمت تام. ليه؟ لأن ده أمر يخص الأسرة وفقط. صح. بس والنادي الأهلي كمؤسسة ينتمي إليه هذا الرجل، تمام؟ لكن ما حدث بالأمس في ساعة متأخرة من الليل عار في تاريخ الإعلام، إذا كان بعض الإعلام المنتمين للإعلام عملوه صريح والله عار ويجب محاسبتهم، أما غير المنتمين للإعلام فدي صفحات وشوية عيال عاوزين برضو يخطفوا الأنظار دون معلومة، معرفش هيكسب إيه. لكن اللي حابين نديله رساله لاخواتنا الصغيرين وزمايلنا انه لا يوجد سبق في الموت. صحيح. دي الحاجه الوحيده اللي ما فيهاش انفراد وسبق ولا جايزه تميز ولا جايزه صحفيه، دي الحاجه الوحيده. صحيح. عمرك شفت حد خد جايزه صحفيه؟ مفيش خالص في خبر وفاة. وخليني اقول لحضراتكم حاجه مهمه تانية، ان الحاله صعبه، الحاله صعبه جدا 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 جدا، وكلنا عارفين ده من اول يوم لغايه من قبل ما اخش البرنامج، احنا يعني من اول ما الدنيا ما اتغيرتش نعم الدنيا ما اتغيرتش، الحاله حرجه يعني جدا. ممكن تتطور، ممكن جدا. الرساله واضحه، محدش عارف. عشان كده بقى سبحانه وتعالى فالرجل بين يدي الله، رساله اسرته، رساله حتى الطب بعد ما قدم العلم زي ما محمود قال والكابتن قال. صحيح. فخلاص بقى عايز ايه؟ نرجو ان يتوقف الجميع بقى يا كابتن اسلام. هم قله يعني مع الاسف مش عارفين قيمة العمر فاروق، يعني العمر فاروق من ضمن الشخصيات المحبوبة لكل الناس. صحيح. صراحة يعني، ولما كان في قيادة القيادة الوزارية بالنسبة له وزير الشباب والرياضة، فكان قريب من الناس كلها، كل المؤسسات يمكن كان علاقته بيها. صحيح. علاقة جيدة.
فانا عايز اقول لك ان قله مع الاسف يعني قله حاولت ان هي عايزه تركب الترند. انت جالك كام تليفون يا كابتن امبارح الساعه 2 بالليل؟ انت لو سالت طبعاً الساعه 2 انت نفسك اتخضيت ولا ما اتخضيتش؟ ابقى انا واقف يعني انا عمال ابص حواليا. طب مين اللي يحاسب بقى الناس علي ممكن يترتب على خبر زي ده؟ ده اللي قلناه سمح الله الفيسبوك يعني انت فاهم ازاي اللي يترتب عليه الكلام ده؟ ممكن واحد قلبه ضعيف مثلا، ممكن يكون متاثر بيه، ممكن واحد يبقى قريب منه قوي يسمع الكلام ده في وقت متاخر من الليل يحصل له حاجه. مين بقى اللي قريبه واهله قريب يعني مين قريب قريبه في مشوار يا اخي بيعدي شارع شاف حاجه زي كده بالظبط. طب انا اقول حاجه يا كابتن اسلام، نفس الكلام اللي كابتن حشيش قاله والله حصل امبارح. تصور انا توجهت المستشفى الساعه 1 وربع لقيت احد اقارب الاستاذ العم فاروق جاي من الغردقه، كان جاي من الغردقه وقال لي انا ماشي على 200. طيب يا حول ولا قوه الا بالله. قدر الراجل له حاجه بقى والله هذا حال اهو. والله هذا حصل. يجب ان يتوقف. لسه كنت انت بتقول يجب ان يتوقف يا كابتن اسلام بهزله اللي حصلت دي. يتوقف نترك شان التفاصيل الدقيقه للحاله الطبيه للاستاذ عمرو نتركها لاسرته وفقط. محمود انت ولنادي جوائز داخليه وخارجيه في جائزه لاي تميز في خبر ده الا بس خبر انك جبت خبر ان دي الحاجه الوحيده اللي ما فيهاش وده عمر برضه ما حد هيجيبه. دي الحاجه الوحيده دي الحاجه الوحيده صحيح صحيح. فاسرته والنادي الاهلي ندعو للرجل بالشفاء وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ده اللي نملكه وفقط. وبالفعل زي ما قلت لحضراتكم هذا هو الامر. الحاله مش معنى الكلام اللي احنا بنقوله ده ان الحاله لا، الحاله صعبه، الحاله حرجه طبعا من اول يوم واحنا بنقول هذا الكلام. اللي متابع لهذا البرنامج انا ما بقولش غير كلمه واحده بس، الحاله صعبه، الحاله حرجه، ادعوا له الدعاء يغير الاقدار. ما زلت بقول هذا الكلام، مش انا باخد على لسان دكتور خالد العمري ودكتور هشام العمري والحج والحجه بصراحه يعني اللي هم بيقولوه انا بطلع اقوله لحضراتكم. وبالتالي بفضل حضراتكم يجب ان يتوقف مثل هذه الامور ومثل هذه الاخبار. زي ما قلنا ما فيهاش اجتهادات، ما فيهاش يعني ما فيهاش حد يطلع يقول سبق يقول خبر. الكلام ده يا جماعه والله ما محتاجينه، والله ما محتاجينه. لا قدر الله يعني حصل، الناس هتقول لقد يعني الدنيا مشيت والامور بقت كويسه وقام، الناس هتقول برضه. حتى اسلام انا عايز اقول حاجه بس سيتم الاعلان رسميا يا استاذ عصام شخصيه على المستوى العادي. حتى على المستوى العادي المستوى العادي ان استحاله يبقى صحفي استحاله السبب. لا انا اقول راجل استشهد لان الاخبار اللي زي دي بيبقى صاحبها دايما قدام الناس بيقلقوا منه يا كابتن. صاحب الاخبار الوحشه انا بس يعني في حاجه مهمه علشان هناك خطره فيها يعني محمود هيشاركني فيه انه انت علشان الشخص شخصيه عامه لابد ان تلجا للاسره لما تغيب فترات عشان تقول لهم تحبوا نقول ايه. خلي بال حضرتك عارف دائما هيقول لك ايه اطلبوا له الدعاء او هيقولوا لك الحمد لله الدعوه غير كده مالكش دعوه. والاستاذ العام الفاروق الاسلام والاستاذ العام الفاروق يستحق الدعاء. هذه هي اخر كلمه بنقولها في هذا الامر. وزي ما استاذ محمود قال احنا كلنا عارفين تفاصيل كتيره جدا عن الحاله وعارفين ان الصبح عمل ايه وبعد الظهر عمل ايه وبالليل عمل ايه وعارفين هو عمل اشعه امتى وعارفين هو طلع من الاشعه امتى، عارفين كل حاجه، كل اللي حضراتكم شايفينه. مش احنا كتير من الناس اللي بتروح كل يوم بتشوف الموضوع ده وعارفه، ولكن لا احد يتكلم لانه انا يعني في الاخر اسره الاستاذ العامري فاروق هم اللي مسؤولين عن هذا الامر. وربنا يقومهن بالسلامه ولا يغير الاقدار الا الدعاء. من فضل حضراتكم ادعوا له وان شاء الله ان شاء الله ربنا يرجعه بسلامه. خلينا نطلع نشوف تقرير عن اخر الاخبار المحليه والعالميه ومن بعده فاصل، ومن بعد فاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه.